قد شعبي كافح كافح وانتصر وروي قصة شعبي كافح كافح وانتصر وخط بالنور اسمه في صحف الدهر وخط بالنور اسمه في صحف الدهر قصة سطرناها بالدم تحكي تاريخنا الطويل قصة سطرناها بالدم تحكي تاريخنا الطويل من أبا وشيكان وكرري ومن علي وعبد الفضيل من أبا وشيكان وكرري ومن علي وعبد الفضيل جهت إلى ميدان وزارة الداخلية بالخرطوم وفود الوجهاء والأعيان والأجانب والموظفين تلبية للدعوة التي وجهها سيد رئيس الوزراء ورفاقه الوزراء احتفاء بذكرى التوقيع على الاتفاقية التي جاءت نتيجة لوقوف السودانيين صفا واحدا تلك الاتفاقية التي نصت على الحكم الذاتي وتقدير المصير السيد الدكتور أمين السيد وزير الصحة يصل إلى مكان الاحتفال السيد مبارك زروق وزير المواصلات السيد مرغني حمزة وزير المعارف والزراعة والري السيد خلف الله خالد وزير الدفاع وضعت مقاعد رئيسية في صدر الاحتفال لأعضاء الحكومة وغيرهم من كبار رجال الدولة أما البوليس فلقد لعب دورا هاما في ذلك اليوم فضربوا سياجا على مكان الاحتفال حفظا للنظام ووقفت خلفهم ألوف من أفراد الشعب من كل لون فرحين مهللين مبتهجين بذكرى الاتفاقية ولما وصل السيد رئيس الوزراء إلى الاحتفال دوى المكان بالتصفيق وتوجه إلى المقاعد الأمامية فوقف له الوزراء والمدعوون ووقف الرئيس ومن معه لرد السلام من موسيقى قوة دفاع السودان بدأ الاحتفال بآي الذكر الحكيم السيد رئيس الوزراء إسماعيل الأزهري يلقي خطاب الحكومة في ذلك الاحتفال ولقد كان خطابا سياسيا شاملا استهله بحمد الله على بلوغ السودانيين هدفهم وتمنى أن يسدد الله خطاهم في المهمة العصيبة التي تقع على عاتقهم وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود الموفقة التي بذلتها مصر وقال على إنجلترا أن تعلم هذا وتعلم أن وقت احتلال الشعوب قد مضى إلى غير رجعة وقال إن حكومتي ستستغل كل وسيلة لتحقيق الحرية والسعادة وإن برامجنا تمتد إلى ما بعد التحرير لإرساء قواعد العدالة وتوفير الخير والمساهمة مع الأحرار في كل مكان لرعاية حقوق الإنسان وصيانة السلام العالمي السيد بولينا لير وزير الانتاج الحيواني يذيع حديثا وطنيا الى اهل الجنوب
الوزراء يقومون من أماكنهم لمصافحة المدعوين واحدا واحدا. السيد عبد الله الفاضل يشترك في ذلك الاحتفال. السيد محمد نور الدين وزير الأشغال يدخل في صفوف الجماهير ويصافح الشعب فردا فردا. كان أزهري ورفاق أزهري وكانت المعارضة وزعماء الأحزاب كانوا جميعا في حرم البرلمان يفيضون بالبشر والسعادة والهناء، فلم يكن الحديث يومئذ إلا عن الحرية والجلاء. وبدأت الجلسة التاريخية في البرلمان. وتحدث النواب من الجانبين يؤكدون إجماع الشعب على الجلاء. تحدث زعيم الأغلبية زروق وزعيم المعارضة محمد أحمد محجوب. وتحدث نور الدين. ثم تحدث رئيس الحكومة أزهري مؤكدا أن الجلاء هو رغبة الشعب، ومؤكدا أن الحكومة لن تفرط في رغبة الشعب. قال ذلك في طمأنينة وحماسة صفق لها النواب. ثم تحدث حفيد المهدي رئيس حزب الأمة الصديق المهدي قائلا في قوة وإيمان إننا نريد الجلاء. وبنفس الروح قال ذلك فليمون ماجوك ومرغان حمزة. وبوس ديو. ومحمد نور الدين. وحسن الطاهر زروق. وأكد ذلك مرة أخرى مبارك زروق، ثم هنأ النواب بعضهم البعض وخرجوا للشعب الهائج المائج الفرح المسرور الذي كسر القيد والنطاق ودخل البرلمان يهنئ الرئيس والزعماء. وخرج الموكب الخالد، موكب الحرية، موكب الجلاء الذي وضع أعظم تاريخ في حياة السودان. وحمل الزعماء على الأعناق تقديرا لجهودهم الخالدة في موكب الحرية الخالد، فصفق لها أبناء الشعب. واحتشد بميدان الداخلية 100,000 مواطن كلهم يصيحون ويهتفون بالجلاء، وكانوا يتطلعون لزعماء الحرية وبناة النهضة الحديثة. فأطلع عليهم أزهري فحيته الجماهير بصوت كالرعد تحية القائد والبطل المظفر. وأطل عليهم زعيم المعارضة وحدثهم عن الحرية فحيوه تحية الزعيم، وسينال بعد الجلاء حريته وسيادته واستقلاله. وكانت لكلماته رنة من البشر والفرحة والسعادة رددت صداها جوانب الميدان الفسيح، ورددتها الجماهير يوم الجلاء. من أجلنا كان من أعظم مظاهر السودنة تغيير حرس سراي الحاكم العام السابق التي تبدلت اليوم إلى القصر الجمهوري. كان يحرس هذه السرايا في الماضي جنود بريطانيون، أما اليوم فإن حراسها وحماتها فهم أبطال الجيش السوداني الفتيح. ففي يوم تغيير الحرس احتشدت الجماهير لتتابع تطور التحرر والتقدم نحو السيادة والاستقلال للسودان.
وأخذ رجال الجيش البريطاني يقومون بتدابير التسليم للجيش السوداني. وتقدم ثلاثة من الجنود السودانيين الأشداء ليتسلموا الحراسة من الجنود البريطانيين الثلاثة. لقد ظل هذا القصر أكثر من 100 عام من الزمان مقراً ومرتبعاً لمن يمثل الحكمدار في عهد الحكم التركي المصري الأسبق. فالناس ينظرون إلى هذا القصر الذي أصبح قصر الجمهورية السودانية، ينظرون إليه نظرة قريرة لا يشوبها الخوف والارتياب. واليوم قصر الشعب، بناه الشعب بمجده وصنعه بقوته، فالشعب يدخل في هذا القصر من شاء من أبنائه ويخرج منه من شاء. فالقصر هو اليوم رمز الحرية، وهو رمز لصيانة السيادة والاستقلال. وعلى أكتاف من في هذا القصر تقع اليوم مسؤولية المحافظة على هذه السيادة وذلك الاستقلال الذي أتى به الشعب بكفاحه وبجهاده مع قادة الكفاح والجهاد. لقد حضر الاحتفال الحاكم العام الأسبق والسيد رئيس الوزراء وغيره من الوزراء والزعماء. كان طابور القوات المصرية والبريطانية والسودانية بجامع الخليفة عصر يوم من أيام سنة 55 آخر مظهر من مظاهر القوى الأجنبية في السودان. حضر الطابور آلاف المواطنين كانوا يودعون قوات الاحتلال بالتصفيق ويستقبلون جيش السودان بالإعجاب والتقدير والتكبير. أدت القوات الثلاثة التحية لآخر حاكم عام في السودان الذي فتش على حرس الشرف المكون من القوات الثلاثة وكان آخر حرس شرف له. فلقد سافر بعده في إجازته السنوية، ولكن الحكومة الوطنية ومن ورائها الشعب والبرلمان قررت استقلال السودان ونصحته بعدم العودة للخرطوم للوداع. فكانت لفتة سياسية بارعة قضت على آخر مظهر من مظاهر الاستعمار. ضم السرادق الكبير حشدا ضخما من الشخصيات كان في مقدمتهم السيد رئيس الوزراء. مرت الطوابير امام السرادق، فمرت اولا القوات البريطانية الى غير رجعة. ومرت بعدها القوات المصرية تاركة وراءها نهاية الحكم الثنائي البغيض. ثم مرت القوات السودانية وهي تمحو آخر أثر للاحتلال وتغرس أول بذرة من بذور السيادة والكرامة والاستقلال.